ما شفنا واحد الحضور اللي هو قليل وباهت. انا لا سيدي اللي ما حضرش دابا غادي يحضر واحد الوقت بزمنه لا بدا ما يهبط للتراب. تماما سمعتي لالا؟ نعم. اللي ما جابت محبه ما يجيبو تحزار. الله يعتلى اللي يوقف معنا حتى نتهودوا للقبر. يا رب انك على كل شيء قدير. هذا منطلب الله تعالى. يا رب انك على كل شيء قدير. كفى تبارك الله هذا الجمهور. وهاد الناس اللي تتحضر. المواطنين البسطاء بغاو هاد الفنانة وجاو باش يحضروا معاها. كفى. الحمد لله. الحمد لله. حتى إلا ما جاوش الفنانين. كاين سيدنا الله ينصرو. أمين. تعطي أمر لكل واحد بزوم يجي يحضروا. أمين رب العالمين. الله ينصرو. يا رب ويصلحوا يا رب ويحفظوا من شر الخلق يا رب والعفاف والكفاف يا رب والغنى عن الناس يصلح والله يصلح لي وليداته يا رب اللي هز بالفنانين وسقسى على الفنانين منهم انا مرك في الدار تقول لي تكلم من مشي طلع عند القيد قال لي غدر غيتصلي مع سيدنا يا كي داير مع الصحه كل عام سيدي تيقولوا اذا مشات الصحه تيبقى الفانت وبدا تيضحك ترى الفتره ما بقى زي وعيط على الصحافه قال لهم واحد الصوره تذكاريه هذا اهتمام كبير الفنان والفنانين بعضياتهم تيعطوا على بعضياتهم علاش؟ للاسف الشديد الحمد لله بسيدنا اللي تيتخزى علينا في كل وقت هو دابا هو الحمد لله غنساق الخبر عطى العمر ديالو احنا ولادنا ولا والدينا ما بقاش يفكروا فينا الا ما تبلقاوش باش نكفنوه هو سيدي تيكفلنا ويكزهم لينا ويقادنينا ويوسع لينا الله يسد مدادو يا رب الله يصلح لي وليداتو يا رب والله يحفظو من شر الخلق يا رب ويحفظو من العديان يا رب هذا ما نطلب الله تعالى والحمد لله رب العالمين.